هذه أجمل تحية أعزائي كل من يتابعني حاليا من خلال البث المباشر من مركز سينما لعلوم الفلك والعلاج بالباراسيكولوجي والطاقة، والحلقة الخامسة من برجك مع سينما. نحاول في هذه الحلقة نتحدث عن التغيرات والتحولات بالنسبة للأبراج ابتداء من هذا اليوم السبت المصادف 27 من شهر أغسطس آب إلى يوم الجمعة القادمة الثاني من شهر أيلول سبتمبر. راح نحاول أيضا أن نجيب على التساؤلات والاستفسارات اللي تجينا عن طريق العام، وأتمنى ما حد يكتب بالخاص، وأتمنى أيضا أن تدعون من في قوائمكم للمشاركة للأسئلة المختلفة. في هذا الأسبوع عندنا ظاهرتين فلكية مهمة جدا أثرت على مواليد برج العذراء بشكل مباشر. تراجع كوكب عطارد في مجموعة العذراء الترابية ابتداء من يوم الخميس القادم المصادف 30 من شهر أغسطس آب، وبالتالي هذا التراجع راح يأثر بشكل سلبي على مواليد برج العذراء من حيث زيادة بالنفقات، إضافة إلى بعثرة بالأفكار وعدم وصول إلى قرارات ثابتة، تخلفل بالآراء أيضا. الظاهرة الأخرى هي انتقالة كوكب الزهرة فينوس من مجموعة العذراء الترابية إلى مجموعة الميزان الهوائية يوم الأربعاء القادم المصادف 29 من شهر أغسطس آب، وبالتالي راح يمر مواليد برج العذراء في فترة خلو مسار ابتداء من مساء السادسة مساء من يوم الأربعاء القادم لمدة 24 ساعة تقريبا إلى يوم الخميس. فبالتالي مولد برج العذراء هو من أكثر الأبراج المتضررة لهذا الأسبوع، وبالتالي انخفضت مؤشرات الطالع بالنسبة لهم بشكل عام. أحب أن أنوه أيضا عن فكرة أخرى، أنه مولد برج العذراء راح يواجهون فترة خلو مسار من كوكب جوبيتر المشتري اللي راح ينتقل إلى مجموعة الميزان الهوائية قريبا، وبالتالي راح يكون عندنا تحول كبير جدا إلى مواليد برج الميزان. هذه بشارة يعني جيدة بالنسبة لهم لأنه عانوا معاناة كثيرة خلال الفترات الماضية. الصدارة لهذا الأسبوع إلى مواليد برج الدلو، طبعا مع ارتفاعات إلى مواليد برج الأسد والعقرب إضافة إلى الجوزاء، وانخفاضات إلى مواليد برج العذراء والقوس والجدي. في بداية الأسبوع المتمثلة بهذا اليوم ويوم غد الأحد ارتفاع إلى مواليد برج السرطان، وفي وسط الأسبوع راح نشهد ارتفاع إلى مواليد برج الحمل والميزان، وفي نهاية الأسبوع راح نشهد انخفاض بالنسبة لمواليد برج الحوت مع ارتفاعات بالنسبة لمواليد برج الثور. الحمل في هذا الأسبوع سيحسم أمر هام، هذا الأمر قد يكون له علاقة بمسألة عاطفية، مسألة قانونية، في النهاية سيضطر إلى أن يحسم أمر هام ومميز بالنسبة له وكان يشغله من فترة زمنية طويلة. بالنسبة للثور ينتظر مفاجأة، والثور تحولات إيجابية جيدة نحو الأفضل، وهذه المفاجأة قريبة جدا ستأتي خلال هذا الأسبوع، قد تكون عن طريق هاتف تليفون أو عن طريق يعني لقاء بشخص معين، لكن مفاجأة جيدة وسارة. بالنسبة للجوزاء عندهم تحول عاطفي، قد يكون هذا التحول ناتج بسبب لقاء مع شخصية مهمة، ممكن أن يكون بها انتقالة في حالة من الإعجاب، في حالة من الرغبات اللي قد تقود في المستقبل إلى 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 تقارب قد يؤدي إلى زواج أو خطوبة أو ما إلى ذلك. السرطان في هذا الأسبوع عنده التفاتة جيدة مع الأسرة، يعني الآن السرطان المتزوجين يرغبون بشكل أو بآخر إلى توطيد العلاقة مع الشريك بدافع الأسرة الجيدة أو ما إلى ذلك، قد يكون عنده أيضا عطاءات إلى أطفاله أولاده. أما الغير متزوجين فهي رغبة إلى تكوين أسري، أو حتى قد تكون لهم علاقة بالأمور المنزلية الخاصة بهم، مثل ترتيب بعض المقتنيات الخاصة بهم أو الأمور اللي المتطلبات اللي يحتاجوها اليومية. الأسد
له لقاء مميز. هذا اللقاء قد يكون له علاقة بجانب عملي ممكن ينقلهم من خطوة إلى خطوة أخرى أو مرحلة إلى مرحلة أخرى. قد يكون لقاء له علاقة بجانب عاطفي لكن هو لقاء مميز مع شخصية راح تنقلهم من مكان إلى مكان آخر. ومواد برج الأسد للأمانة عانى معاناة كثيرة لكن التحولات إيجابية بالنسبة لهم. العذراء مثل ما ذكرت مبحثر الأفكار، ما عنده رأي ثابت، هنالك زيادة بالمصاريف والإنفاقات خلال هذا الأسبوع. الميزان هذا الأسبوع وقوع في شباك الغرام. هذا الأسبوع الميزان يناقش مسألة مهمة قد تكون لها علاقة بخطبة أو قد تكون لها علاقة بزواجه لغير المتزوجين طبعا. أما للمتزوجين فهي توطيد العلاقة مع الشريك بإيجابية وبرغبات عاطفية. بالنسبة إلى العقرب لديه استنشاق والصعداء بعد المتاعب اللي واجهوها من فترات زمنية طويلة. الآن العقرب تحول إيجابي جيد، يعني أنا أنصحهم بالمبادرة بالمشاريع، المبادرة بكل شيء جديد يطرق على الساحة بالنسبة لهم، فهي فترة مناسبة وجيدة بالنسبة إلى مواليد برج العقرب. تحولات لطيفة على العمل وحتى على المستوى العاطفي وعلى المستوى الصحي أيضا. القوس، القوس حائر، القوس عنده هموم، عنده متاعب، ما ننسى بأنه تأثيرات المريخ وزحل باقتران كامل في برج القوس. وبالمناسبة المريخ عندما يقترن مع زحل في برج ناري مثل القوس ينبئ بحرائق، ينبئ بمصاعب كثيرة حتى على مستوى الإقليمي والمستوى العالمي، وطبعا مصر من أكثر الدول التي تأثر بذلك. طيب الجدي عليهم الاهتمام بصحتهم، ممكن أن يصابون بوعكة صحية معينة، عليهم الاهتمام بشكل أو بآخر. الدلو، هذه أفضل فترة إلى مواد برج الدلو هذه المرة بانتقالات جيدة على المستوى العاطفي، على المستوى المهني، على مستوى الكوميونيكيت، الاتصال مع الآخرين، توطيد العلاقة مع مشاريع عمل، فترة جدا مناسبة وهم قمة في النشاط والحيوية هذا الأسبوع. مولود برج الحوت لا، تكثر هموم متاعب تستمر هذا الأسبوع فقط لكن تتغير مع مرور الزمن. الفارة بالأبراج الصينية يتسلق سلم النجاح بشكل جيد وممتاز. الآن الخطوات اللي بدوها مواد برج الفارة لا، عندهم بها تغيرات حلوة ولطيفة جدا ستثمر بإنجازات ممتازة. طيب مواد برج المهر بالأبراج الهندية اللي هم مواد برج 1957 ومواد 1989، هؤلاء ينتابهم القلق والتوتر والحيرة تجاه أمور معينة عليهم أن يتخذون قرارات بها. مولود برج السرو بالأبراج الشجرية أو الدرويدية، هؤلاء لديهم خطوات وانتقالات جيدة وإيجابية. هذا بالنسبة للأبراج الخاصة لهذا الأسبوع. نفتح باب الأسئلة للأشخاص اللي يحبون أن يسألون عن أبراجهم، عن وضعيتهم الاجتماعية الاقتصادية المهنية الدراسية وغير ذلك. لكن اللي أتمنى اللي سأل بالأسبوع الماضي إذا ما قفت شيء طرق هذا خلال هذه الفترة أنه ما يعيد السؤال لأنه أخذ الجواب بالأسبوع الماضي، ورجاء بالتكست لا أحد يكرر الأسئلة حتى أقدر أقرأ التكست بشكل صحيح. خلي قبل كل شيء أنه أدخل حتى أشوف الأسئلة من خلال جهاز اللابتوب لأنه يعني طيب. خلينا نشوف الأسئلة جتنا من جهاز اللابتوب. مرحبا، أريد أن أعرف هل يوجد زواج الاسم نهرين مواليد 14/3/1979، ومتى ما راح أقول لك متى، لكن عندش تحول جيد له علاقة بزواج. والله أقول لك متى، ليش ما أقول لك السنة القادمة الشهر الثالث تحديدا بالفترة ما بين 21/3 إلى 15/4. يا نونة نوشة. طيب زين، سؤال آخر من باعة الورد تقول مرحبا أستاذ سلمى، رجان ترد آية بنت نجاة مواليد مع حسام، هل في سفر وزواج قريب وعن الحياة والحظ؟ خلينا نشوف التوافق ما بين آية وما بين حسام. طبعا الأسماء تتوافق جدا جيد،
آية وحسام توافق جدا جيد، يعني أكو تطابق بالأسماء، حلو، مستوى طاقي واحد. طيب آية بنت نجاة وحسام، حسام شنو اسم أمه؟ ما نقدر نكشف عليه. طيب 16/2/1990 آية هي من مولد برج الدلو وفي نفس الوقت برج الحصان، وهو 8/8 يعني برج الأسد، 75 برج الأرنب. الأرنب والحصان من يسجمون؟ خليها بالك، الأرنب نحس ومو صاحب مواقف شجاعة، أما الحصان فشخصية شجاعة وشخصية ما تعرف إلا في الدوران، فالأرنب والحصان لا ينسجمان، هذا للأمانة. لكن أكو عندك فد جانب ممكن هذا نستخدمه في الانسجام، اللي هو أنت برج الدلو وهو برج الأسد، والدلو والأسد علاقة حلوة، يعني برج ناري مع برج هوائي يقيم علاقة لطيفة. هذه نسبة التوافق ليست عالية، يعني ما تتجاوز أقدر أقول 65%. هل في سفر؟ في سفر لمن؟ إلك ولا إلى حسام؟ إلى حسام ما عنده سفر. إلك نعم، برج الحصان عنده سفر في نهاية السنة. طيب وزواج قريب؟ حسام طبعا أبو 75 عنده إما انفصال أو زواج، فإذا هو ما متزوج عنده زواج هذه السنة، لكن من عندك الله أعلم، ما أقدر أقول لك ولا أعتقد من عندك. طيب دينا بنت يسرى، 1 مايو راحت، لا 1 مايو 1982، الحياة والعمل والسعادة. السعادة تجيب النحس لنفسك، تي برج الكلب أنت تجيب النحس لنفسك، لأن أنت عادة متشائمة وقلقة، ويعني أنت النحس أنت تجيب لنفسك. بالعكس برجكم حلو وتغيرات حلوة، بالأخص للثورة عندها تغيرات جدا لطيفة وتحولات حلوة. بتول بنت زهراء 2000، ما نعرف شنو السؤال. أنا فتاة 31/12/1996، هل في نصيب من رجل؟ مواليد 31/9/88، روعة تنين وفارق، يا محلاها العلاقة، يا محلاها، سعيد الحظ، هذا هو سعيد الحظ، وديم سعيد الحظ. بس خلينا نشوف البرج، البرج البابلي، انت برج الجدي، هو يا برج 31/9، والله هم توافق جيد، هم توافق، لا انتم من الابراج الجيدة، حلو، توافق جيد يا فاتي، فاتي علي، توافق جدا جيد. ممكن في مبادرة زواج ولا مبادرة للتقارب بشكل كبير جدا هذه السنة، نعم قبل نهاية هذه السنة في مبادرة قد تكون لها علاقة بخطوبة أو بقطع، يعني قطع عقد قران أو ما إلى ذلك. تحياتي، مرحبا أستاذ، مواليد 21/12/2006، يا برج اسمه كاظم بن ساجدة، شلون الأسماء فدوة؟ شلون الأسماء فدوة؟ كاظم؟ كاظم اسم روعة، اسم روعة، كلها طاقة وكلها حيوية. كاظم الساهر، كاظم الساهر اسمه هو جذب، هو من وحدة جذب، اسم كاظم من الأسماء القوية. 21/12/2006 اسم برج الكلب، 21/12 هنا برج نحس، برج نحس بين برجين، بين القوس وبين داخل على الجدي، ولادته بين برجين هي اللي مأثرة عليه، بس ولادته ها هي. زين خلينا نشوف حسيبة بنت عائشة عن السفر والهجرة، ما عندها صعبة. طيب سبعة تسعة 76 تسأل على الصحة، أعتقد نور الربيعي 7/9/76 برج التنين، التنين شديدة شديدة، أنت من الشخصيات الشديدة، 76 الامرأة، 76 امرأة شديدة وقاسية على أطفالها، المتزوجات أم 76 قاسيات بشكل كبير جدا على أطفالهم، هذا التنين الناري، التنين الناري، قد ما تصابين بنكبات تقومين على حالك وما يهمك أكبر واحد، لا تمني الشخصيات القوية، لكن الجانب النفسي لأنه أنت شديدة، يعني أنت مو من النوع الهادئ. طيب حوراء بنت كفاح 79 حول إنجاب البنات، لا الإنجاب هذا له علاقة بالرجل، نشوف الرجل، وإذا ماكو مشكلة عضوية تمرون هنا نعالجكم، هذه مشكلة روحانية تمرون هنا نعالجكم. إنجاب يعني هي مو لعبة، هي شيء، أنا مو فتح فال، أنا مو فتح فال للأمانة. أستاذ إحنا مخطوبين والسفر اللي طيب زين، نور الوالي 24/4/90 من كل نواحي، ماكو من كل نواحي، ما ننطش من كل نواحي، ما عندنا وقت. 24/4 برج الثور 90 وبرج الحصان، حلو من الابراج الحلوه والتحولات، الشتاء حلو عليك، فتره ديسمبر حلوه جيده بالنسبه لك. فيان زين، ضمياء بنت وداد 72 قرات راحت،
مشكلة إنه هذا التكست ما دا يصعد عندي باللابتوب، وبالأندرويد يصعد بشكل سريع جدا، ما دا ألاحق عليه. مرحبا أستاذ ميمو، تحياتي لك. منور 8285، وجه حفظك ممكن بجدلو عن الزواج. دلو حلو، عنده زواج ليش ما عنده؟ عنده هاي احنا لسه احنا من اشهر راح يتألق، برج الدلو راح من الابراج المتألقة. هاي المعلومات على شرط ان يكون من ابراج صينية جيدة، ما يكون من برج النمر مثلا، النمر عنده متاعب، ولا برج الدجاج عنده متاعب ايضا. زين، اخلاص بنت مريم، اخلاص بنت مريم صعوبة، هذه عندها صعوبة وعندها متاعب. اخلاص بنت مريم عارض، هاي عندها عارض روحاني، هذه عندها متاعب. يعني لي زي لي فيان وسكت، اخ حظي. لا فيان ان شاء الله ما راح اسكت. يلا فيان من جديد، اكتبي اكتبي لي، راح اركز على اسمك، راح اركز على اسمك. طيب، محمد ابن شهية عن الصحة والرزق، رجان 21/8/72، قرأت هيك 21/8/72. برج حرج، مولود ما بين برجين، انت ما بين برجين، الصحة تعبان بين برجين مولود، ما بيها مجال. علاجك بالاحجار، ما بيها، بس بالاحجار. طيب، موسى بن فتحية عن السفر 25/12/1900، عندك سفر، عندك سفر عليه، عندك سفر، تحول حلو، واسمك من الاسماء القوية، اسم موسى قوي. زين، ضياء قلنا 10/5 اعتقد ضياء، يعني برج الثور 1972، برج الفارق. حلو، بس المشكلة اسمك، اسمك بمتاعب يا ضياء، اسمك بمتاعب. اسماء الاسماء ممكن تعطي متاعب لاصحابها، يعني ممكن تسبب تاخرات مثلا بالزواج، ممكن تسبب متاعب بالحظوظ المالية، ممكن تسبب متاعب حتى على الجانب النفسي، الجانب الصحي. يعني اكو اسماء تسبب متاعب، واكو اسماء هي مباركه وبها قوه وبها حظوظ، مثل كاظم قبل شوي، مثل موسى، الاسماء قويه. زين، مرحبا، ممكن اعرف التوافق بين اسمها هو اسم محمد؟ رائع جدا، رائع جدا، مستوى طاقي واحد، رائع جدا، مها محمد توافق بالاسماء جدا جيد. طيب زين، يسرى بنت سهام، يسرى بنت سهام 27/11، صحية تعبانة 61. لا 61 انت برج البقرة اكيد عندك تعب، بس يسرى بنت سهام هي اساسا عندك، ما انت متاعب قديمة، يسرى بنت سهام متاعب قديمة، هذا سحر قديم عندك، انت سحر قديم. ارجوت عن وائل ابن عواطف، اعتقد ذكرنا الاسبوع، اتذكرت وائل ابن عواطف الاسبوع الماضي تحدثت عنه، ما حكي عن هذا الاسبوع، انتهت. زين، سيرين، لا هذا من السعودية، غير شيء اللي أتذكر اللي حكيت عنه كان من، يمكن من دمشق، يمكن أتذكر وائل، مع العلم أي أنا مقيم بالسعودية، شبه دمشق مقيم بالسعودية، أتذكر ذاكرت بالأبراج، ذاكرتي كلش قوية، ما بيها مجال. يعني التوافق بين ولاء بنت نجاة وعباس ابن وفيقة، ولاء بنت نجاة وعباس جيد، تطابق أسماء جدا جيد بيناتكم، ممتاز، ما عندك مشكلة عليها. العمل والزواج عبير 29/1/79، هيك شيء 29/1/79، تابع عندك تابع، صعبة، زواج صعبة، يعني خلينا نقول الجوانب العاطفية صعبة بشكل عام. بالمناسبة خلينا أوضح نقطة مهمة، وظيفة التابعة تتلخص بالأمور التالية: إشكاليات على الجانب العاطفي للمتزوجين، إشكاليات بالجانب العاطفي لغير المتزوجين، ممكن أيضا تسبب إشكاليات في الجانب العاطفي في تأخير الزواج، وللمتزوجين في بعض الأحيان تلعب التابعة دور كبير جدا في إسقاط الجنين بعد تأثيرها على شاكلة المثانة. طيب، غيداء بن كفاح 1980، حول الصحة، اسمك الله يساعد اللي ما، يعني الله يساعد اللي ما أخذك إذا كنت متزوجة، أنت اسمك هذا كله أكشن، كله قوة وصعبة، اسمك متعب. طيب، متاعب بين ولا وعباس قد تكون لها علاقة بالبرج مثلاً، مو حنشوف، نأخذ الأمور البرج الفلك، تأثيرات الفلك، نأخذ الأمور اللي لها علاقة بالتطابق بين الأسماء، ونأخذ الأمور الروحانية اللي نأخذها من اسم الشخص واسم أمه، إضافة إلى هذا الجانب العضوي، هذا بحث آخر. فالشخصية الإنسانية شخصية معقدة، ما نقدر إحنا من خلال مجرد أن ننظر نظرة سريعة وخاطئة خلال 3 أيام لها بالكامل، إحنا نعطي الشيء السريع، هذا الدا نعطي يعني كشف سريع جدا. يعني أنا اللي يجيني مثل المكتب هنا، أنا أسوي لك كشف من كثير من الأشخاص اللي
اللي ماري هنا نعطيهم حتى اختبارات خاصة بالأسئلة والأجوبة وكشف دقيق جدا لحد ما نوصل إلى يعني خلينا نقول الداء، ونصل أيضا إلى التأثيرات حتى على الشاكرات الموجودة. فبالتالي المشاكل الموجودة إحنا ما نقدر نحل كل المشاكل من خلال شيء خاطف سريع، تلاحظين شلون؟ نقدر إحنا نعطي الحالة العامة. فسألتيني على التوافق جيد، ما عندنا إشكال يبي. طيب التوافق بين فاطمة ومحمد، لا فاطمة ومحمد كزواج لا، توافق صعب. وبالمناسبة إذا صار زواج بيناتهم قد يأثر على الإنجاب، يكون إنجاب أما متأخر أو ما يصير إنجاب. مرحبا مها بنت رسمية، حكينا مها ما نرجع عليها. أرجوك دكتور عنوالي هم راح أرجع عيدة من جديد، ورجان المرة الجاية إذا تعيدي راح أحضرك يعني يا ليلى، للأمانة قلت إياها للمرة الجاية إذا تعيدي راح أحضرك لأنه عندي 10 دقائق والأشخاص دي يكتبون. طيب نور الزهراء تغريب بنت فضيلة، أوكي 13/7/85 هذا السرطان، و85 برج ال راحت برج ال البقرة. تسأل عن العمل وهل في تغيير في بلد ثاني مقيم بالسعودية، أرجو في استمرار في هذه الوظيفة أو غيرها. 65 عنده متاعب، هذا برج الثعلب الهندي عنده متاعب، أنا لا أتوقع راح يستمر، أنا لا أتوقع لأنه متاعب عنده، بس راح تكون عنده فترة جيدة، هذه الفترة خليه يستغلها بشكل جيد أكثر ما تكون بشهر نوفمبر، شهر 11 نوفمبر خليه يستغل هذه الفترة. أما عد هذا هو عنده متاعب بشكل عام، أبو 65 هذا برج الثعلب الهندي عنده متاعب. زيد ابن زياد ابن عفاف، الرزق والزواج شبي مواليد الطينية، مواليده خلينا نشوف مواليده، زياد ما عنده مشكلة، روحانية ما عنده زياد ابن عفاف بس مواليده. الوردة البيضاء توافق بين فرح وعمار، صعبة، اعطيني اسم الأم، اسم أم فرح وأم عمار، هستكشف لها وأقول لك يا الوردة البيضاء شنو المشكلة اللي عندهم، صعبة، توافق صعب الأسماء. زين، السلام عليكم، ممكن برج الدلو تغيير في العمل والزواج؟ 1/2/88 زواج حتمي، إلا إذا ماكو عائق روحاني قد ما أقدر أكشف عليه بشكل سريع الآن، زواج حتمي موجود عنده وتغيرات حلوة. زين خادمة البتول دكتور جاي أدز ممكن جاوب نهى حامد بن سليمة، طيب راح صبا بنت ضمياء، شنو تكون السؤال مو وقتها السنة. طيب أمال بنت علي 6/9/70 عن الحق، صعبة وعدها عاق روحاني، أمال عاق روحاني هذه أكثر ما تكون تابعتها وقد تكون معرضة لأرياح الجان أيضا، يحتاج كشف دقيق. المستبدة الباسمية راحت، زين خلينا نشوف الجهاز اللابتوب ليش هاي، زين والله اللابتوب ما يتحرك عندي، اللابتوب بدأ يتحرك عندي، لعد نبقى على ال ما يتحرك، نبقى على هذا هو. زين محمد يقول هاي رابع مرة دزلك محمد ابن سليمة 13/9/97 عاطفيا، وهاي شنو عاطفيا 13/9 ما عندك عاطفة، ما عندك، لا البرج ما يساعدك بالعاطفة، بس تحول مالي عندك راح يصير جيد، مهني جيد، دراسة جيد إذا تبدأ المشروع. عباس بن شهية حكينا قبل شوية، خادمة البتول 11/4/94 11/4/4 لا تابع عندك، ما بيها مجال، ما بيها بصم لك بالعشرة، ما بيها مجال تعب. صبا بن طمياء حكيناها، أكليل الولد الورد 62/13 راحت، تحتاجين آدمن ولا ما راح ألحق. التوافق بين طارق ابن عفاف إخلاص بنت مريم، لا التطابق بالأسماء صعب هنا، التطابق بالأسماء صعب يا نور الربيعي، يحتاج تطابق نسبي. طيب توافق بين فرح بنت نجاة وعمار، ما أعرف اسم أمه، مو بالضبط تعرفين اسم أمه، ما لي علاقة بي، بس فرح وعمار تطابق صعب، وفرح بنت نجاة هذه عدتها أرياح جان وعدتها تابعت شغلت يعني صعب. زين تسعة ستة ستة سعودية
غيدا قلناها. مرحبا ممكن جواب غادة دودو مزين. علي ابن آمنة 10-78 شنو سؤالك يا علي ابن آمنة؟ اسمك قوي، اسم قوي من الأسماء، اسم علي من الأسماء القوية، الأسماء القوية زين. زين خلينا نشوف بعد. السلام عليكم أستاذ، ممكن عن فريد ابن يا شلون اسم هذا فريد؟ سرقت منه حاجة هل ترجع له؟ قال لي تسرق منه هذا من البيت، من السداد اللي شيء، خلي شوف البيت مالته من عنده، هالبيت خلي راجعهم. بحر الأبيض مرحبا دكتور، شنو النت بطيء؟ لا مو بطيء، بالعكس اليوم النت كل زين، إذا شاف النت مال ذاك الأسبوع سوينا قطعتين النت، اليوم كل زين، النت من عندك بطيء زين. ها عن الزواج بياس أنا راحت يمكن 10-8 كانت أعتقد هي 1988 هاي سنة عند الزواج، هاي والسنة الجاية، هاي السنة والسنة الجاية برج التنين السنة الجاية أيضا عند الزواج. التنين النائل الأرضي أنتي، لا السنة الجاية عندك الشهر الرابع كلش حلو، بالذات الشهر الرابع. زين. تغريد بنت فضيلة 85 وعلاء ابن خيرية 79 حقق كبرج، ما عندكم إشكالية، مشكلة روحانية اللي عندكم، مشكلة روحانية ما هي إشكالية. مروان فيصل، مروان بن نجا، مواليد 1-88 تبرج الأرنب، شبيك مروان شتريد ما عرفنا شتريد. غيدات كفاح 1980 حول الصحة تعبانة، من سدا أقول لك اسمك بيتعب وبرجك هم أيضا بذل مجهود. فريد ابن زارق 17-69 سرقت منه، حكيناها مسروقة من أهل بيته، خلي راجع أهل بيته راح يلقاها زين. أرجوك دكتور، يعني ما أعرف هي هل إنه واحد لما يكتب مثلا هي من واحدة ترجع تتكرر لهو دي يكرر، يعني ليلى أنا جاوبتك يمكن وعدت الجواب وقلت لك أنت ذاك الأسبوع كررت السؤال وهسه تكرري، ومع ذلك كله تطلع لي نفسها ليلى ترجع لي من جديد، يعني هاي المسألة لازم نبحثها. رجعت من جديد. طيب ولا بنت نجاة 1900 الله 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 دكتبينا، شنو سؤالك جميلة لطيفة حبوبة يعني سلسة، كل المعاني الحلوة موجودة بيك، بس كتبينا سؤالك شنو حتى نجاوبش على السؤال. يا ولا حتى اسمك حلو، حتى اسمك كله هيك شفافية وروعة. ليلى زيد أو زياد، ها زيد ابن أحلام 8-11-88 عن السفر رجاء، 8-11 هذا برج العقرب، ما عنده مسافر هاي السنة، هذه مسافر ياخذها من عندي، اذا مو هاي السنة السنة الجاية بدالاتها. طيب زين. فاطمة المحمداوي، علي ابن صفاء 9-98 على شنو مدى نعرف؟ علاهم بنت نعيمة مسحورة، طبعا مسحورة علاهم بنت نعيمة مسحورة. أرجو دكتور أنا مصري مش سوري. أوكي ما عندنا مشكلة يا اللي باسم ليلى، مصري أو سوري ما أعرف يعني، بس تكرر كل شوية السؤال. تحياتي، وصلت الفكرة إن شاء الله. رحيل زين. شهدان بنت سعيدة 8-61 راحت. كايند هارتد زين عسلي، هل يوجد زواج 31-12-96؟ يوجد بالبصمة، بالبصمة يا فاتي، بالبصمة يوجد زواج. بعد شو تريدين؟ يلا ما في عاقل روحاني، يوجد زواج، برجش كل جيد. بفرين الفيلي، بفرين بنت كريمة 3-82، هل يوجد زواج أم لا؟ لا زواج ما عندك أنت بفرين، اسمك بفرين بنت كريمة، أكو عندك عواقل روحانية وبرجك هماتين ما بي زواج، بس يوم كبير اتصالات حلوة بتغيرات لطيفة بس مو زواج. طيب اكليل الورد 13-10-62 مقدمة على قرض احصل عليه هذه الفترة ولا هذه الفترة؟ لا برجك الميزان راح يتحسن، تغيرات راح انوه عن تحسن برج الميزان، راح انوه عنه ان شاء الله، وراح تشوفين بالوقت اللي انوه عنه تقدمين على القرض مالتك. طيب الساعة صارت وداركنا الوقت تقريبا، صار لنا قريب راح يصير نصف ساعة.
أعزائي بس أريد أن أذكر وأنوه للأشخاص اللي اتصلوا بي وما يقدرون يجون من الكويت، من الكويت اللي ما يقدرون يجون لغرض العلاج في بغداد، أحب أن أنوه أنه خلال الأيام القادمة راح أكون في الكويت، فرجاء إذا يسمعوني خلي يتصلون من جديد حتى نأخذ أرقام تليفوناتهم، ولما نكون هناك نشرف على علاجهم بشكل مباشر. أكرر من جديد، الأشخاص اللي اتصلوا بي خصيصا من الكويت، قريبا راح أكون في الكويت لأغراض العلاج أو ما إلى ذلك، فالأشخاص اللي اتصلوا بي وما يقدرون يجون إلى بغداد للعلاج فبإمكانهم الآن أن يتصلون على تليفونات المركز الخاصة ويزودوني بأرقام تليفوناتهم حتى لما أكون هناك يكون بيناتنا لقاء لغرض العلاج. طيب، مرة أخرى للأشخاص اللي ما قدرنا اليوم نجاوبهم أو للأشخاص اللي يحتاجون علاجات خاصة أو عندهم مشاكل معينة، بإمكانهم أن يتصلون على أرقام المركز، راح أذيع هذه الأرقام حتى نسوي لهم موعد، بدون موعد ما نستقبل أي شخص، نسوي موعد لغرض أن يجون. وأي شخص راح يقول لي بالتليفون أنا ما أقدر أجي لنا محافظات، للأمانة أنه معظم الأشخاص اللي يجوني هم من المحافظات، هاي للأمانة أيضا أريد أوضحها، من المحافظات العراقية معظم الأشخاص اللي يجوني، يعني مو من بغداد، من المحافظات العراقية. أرقام المكتب من داخل العراق 0781612637 أو 0772108010، من خارج العراق بمجرد إضافة الرمز الدولي 00964 وحذف 0 للعلاقة برقم الهاتف. أعزائي أنا أتأسف ما أقدر أكمل أكثر لأن الوقت إداركنا. للأشخاص اللي عندهم أي سؤال إلى علاقة بالبرج، استفسارات لها علاقة بالأمور الاجتماعية العاطفية الاقتصادية النفسية الصحية إلى ما إلى ذلك، بإمكانهم أن يخاطبوني عن طريق التليفونات اللي ذكرتها قبل شوية لغرض الكشف والعلاج بعد ما ننطيهم موعد معين، أو يتصلون عن طريق التليفون لغرض استفسار إذا كان استفسار له علاقة بمسألة علاجية. كل شيء إلى علاقة بالبرج أنا دا أنزله وكفيته ووفيته بالكامل. لقائي يتجدد وياكم كل أسبوع، كل سبت من كل أسبوع بالساعة 8 مساء بتوقيت بغداد إلى 8:30، والتاسع مساء غرينتش، عفوا 7 مساء غرينتش، 6 مساء بتوقيت وسط وشمال أوروبا. هذه الحلقة راح تكون موجودة في قناتي في اليوتيوب، قناة الخبير الفلكي ولا روحاني سينما، اللي يريد أن يراجعها من جديد ويشوف البرج مالته. تحياتي وتقبلوا فائق مودتي الفلكي الروحاني سينما.